من أسماء الله الحسنى التي تكررت في القرآن الكريم في مقامات متنوعة وسياقات عديدة مما يزيد على 500 مرة، اسمه جل وعلا الرب. ومعنى الرب أي ذي الربوبية على خلقه أجمعين ملكا وتصرفا وتدبيرا، فهو من أسماء الله الحسنى التي تتضمن العديد من المعاني الكريمة. وربوبية الله عز وجل على خلقه نوعان: النوع الأول ربوبية عامة تشمل العالم كله، فالله عز وجل هو الذي ربى جميع المخلوقات بنعمه وأمدها بما تحتاج إليه، ثم هدى كل مخلوق إلى ما خلق له، كما قال الله عز وجل حكاية عن موسى عليه السلام: ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. أما النوع الآخر فهي ربوبية خاصة وتكون لأولياء الله المؤمنين، حيث وفقهم الله عز وجل للإيمان به والقيام بعبوديته وأخرجهم من الظلمات إلى النور، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا.